وللمزيد حول ملف المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين تنضم إلينا سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العنين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية. أستاذة سمية، يعني بعد التحية، كيف ترى دور مصر في تقديم المساعدات الإغاثية وأيضا دخول أول شاحنة من الوقود يعني اليوم إلى معبر رفح؟ السلام عليكم فندم. والحقيقه لو قلنا دور مصر فدور مصر عظيم على مر العصور، والحقيقه تعليمات سياده الرئيس واحنا كعضو في التحالف الوطني التنموي بذلنا مجهود كبير جدا من الفتره اللي فاتت دي كلها، وقعدنا مرابطين امام معبر رفح حتى فتح لدخول المعونات والمساعدات لاهالينا في غزه، وحتى الان تعدينا اكثر من 250 شاحنة مليئة بكل ما يلزم أهلينا في غزة، وإن شاء الله بإذن الله برضو مؤشرة الخير بإذن الله بدخول النهاردة أول سيارة بالوقود أو أول تريل محملة بالوقود، دي معناها بادرة خير، وكل ده الحقيقة بمساعي مصر ومساعي السيد رئيس الجمهورية اللي بذل جهد كبير جدا 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 بقلبه وبروحه في سبيل دخول كل المعونات لأهالينا في غزة. وده اقل دور الحقيقه كلنا نقدمه، لان دول الحقيقه يعني في موقف ان شاء الله منصورين، وان شاء الله باذن الله هيبقى دي كلها موقف مشرف للتاريخ قدام العالم كله كمصريين وكقائد عظيم الحقيقه شال كل الاحمال عننا بروحه وبقلبه عننا كلنا، وموثقين باذن الله بان احنا مش هنقف. احنا طبعا يمكن لغايه دلوقتي عندنا ثلاث حوافل، وباذن الرحمن بكره عندنا برضو قافلة تاني وهتستمر ومش هنقف، وهتبقى كل الأمور ميسرة إن شاء الله الفترة الجاية في سبيل إدخال كل المعونات وطلبات أهالينا في غزة. وده الحقيقة يعني يمكن العالم كله شايف دور مصر العظيم، وشايف دور الرئيس الحكيم اللي بيتصرف بحكمة وقوة يشهد لها التاريخ. واحنا كتحالف وطني ومؤسسه ابو العنين الحقيقه يعني بنحاول على قد ما نقدر نبذل اقصى جهد ممكن في توصيل المساعدات والاعانات لاهلينا كدور يعني مهم لينا كلنا كمؤسسات اهليه، خاصه ان احنا كمؤسسه ابو العنين ما بنقبلش تبرعات، وده حاجه اقل حاجه نقدر نقدمها لاهالينا في غزه. واكيد المجهود واضح، واكيد العالم كله شايف ان احنا كمصريين كلنا قلبا وقالبا مع اهالينا في غزه، الى ان شاء الله ربنا ينصرهم وتتحل القضيه وتبقى عايشين كلنا في سلام وامن، لان احنا كلنا يعني شاعرين بيهم 24 ساعه بالمأساه اللي هم عايشينها، وتبقى الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله عليهم احسن من الفتره اللي عدت، ويحصل فعلا حل للازمه الشديده دي، وبمساعي برضه مصر وبقوه مصر هيحصل كل الخير الفتره الجايه ان شاء الله. نعم، حسنا. أستاذة سمية أبو العنين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العنين الخيرية وأيضا عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، شكرا جزيلا لك.